السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: ميليشيات الحشد، العقبة الأخيرة في طريق عودة النازحين إلى ديارهم. مشاهدينا الكرام، سينضم إلينا عبر سكايب الكاتب والصحفي العراقي الأستاذ بهاء خليل، وبإمكان حضراتكم المشاركة معنا عبر أرقام هواتفنا أو من خلال خدمة الواتساب التي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. في عام 2016 أعلن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي ما سماه النصر على داعش، وحينها انطلقت وسائل الإعلام الحكومية والتابعة للأحزاب لتؤكد انتهاء العمليات العسكرية ضد داعش واستعادة كافة المناطق التي سيطر عليها التنظيم المتطرف، واعتقد كثيرون أن بنهاية داعش ستعود الحياة إلى المناطق المستعادة عسكريا، وسيعود أهلها إلى منازلهم، وتبدأ عمليات الإعمار التي عقد على أثرها مؤتمر إعادة إعمار العراق في الكويت، والذي دفعت فيه الدول المانحة مبالغ مالية كبيرة من أجل المساهمة في إعمارها. لكن سرعان ما تبخرت أحلام المهجرين وعوائلهم بعد أن سيطرت ميليشيات الحشد وبغطاء حكومي على كثير من المناطق المستعادة، وبدأت بعمليات إخلاء هذه المناطق ممن بقي من سكانها في سبيل إفراغها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة ومزارع لزراعة المخدرات وغيرها الكثير من التغييرات التي أحدثتها هذه الميليشيات. ولربما يتذكر كثير من العراقيين الأغنية التي أذاعتها قناة العراقية الحكومية، والتي تحمل كلمات تتغنى بالنصر في جرف الصخر، والتي أصبحت آمنة وحان الوقت لأهلها كي يعودوا إليها بحسب كلمات تلك الأغنية. لكن كلمات هذه الأغنية كانت ككلمات السياسيين ووعودهم، مجرد شعارات وأغاني لا تمت للحقيقة بصلة، سوى أن جرف الصخر مثلها مثل يثرب وعزيز بلد والعوجة وآمرلي وأبو غريب ومناطق البونمر والجغايفة وسنجار وغيرها، جميعها مناطق سيطرت عليها ميليشيات الحشد وتمنع أهلها من العودة إليها، بل تتهمهم بالإرهاب وتتوعد بقتلهم إذا ما فكروا العودة إليها. مشاهدينا الكرام، نزلنا إلى الشارع العراقي واستطلعنا آراء بعض المواطنين العراقيين بشأن عمليات إفراغ المناطق من سكانها ومنع النازحين من العودة إليها واتهام الميليشيات لهم بالإرهاب. دعونا نستمع إلى بعض الآراء ثم نعود. هاي الجهات المغرضة اللي ترفض هذا الشيء والتغيير الديموغرافي، هاي جهات مدفوعة من الخارج، وذولا مو عراقيين، دولة مو عراقيين، بس بالهوية مو عراقيين، ولا مواطن عراقي بأي صفة ممنوع يرجع المكان على أي أساس؟ يعني شنو المبرر لذلك؟ هذا تغيير ديموغرافي مدفوع الأجر لناس عملاء للخارج ومعروفة الجهة اللي دافعتهم، وهذا كله تغيير بالهوية الوطنية وتغيير بالهوية بالمذهبية وتغيير بكل شيء، بكل قيم الحياة. هاي مسؤولية الدولة، هذا السلم المجتمعي، السلم المجتمعي مسؤولية الدولة. الدولة مسؤولة عن كل صغيرة وكبيرة، عن المواطن مثل ما للمواطن عليه واجبات إلى حقوقه، هاي من حقوق المواطن. ومن قال لك هي داعش هي حرب؟ لا، داعش مو حرب، داعش هي فزاعة جابوها، الغاية من عندها هذا التغيير الديموغرافي بين أبناء الشعب الواحد، بين السني وبين الشيعي وبين الكردي وبين العربي وباقي الاقليات والاثنيات الموجوده بالبلد. هذا الموضوع. والله استاذي العزيز، هاي شغله جرف الصخر، شغله سياسيه، يعني مو شغله مثل ما يقول يعني عسكريه او هاي سياسه. سياسيين هم بيناتهم الفئتين الطائفتين التناحر عليه السياسيين، هاي وحده. انت اما المناطق المحرره يعني اللي يقصدون بها اخواننا اهل السنه، يعني ايش عجب باقي لي هسه جرف الصخر ما محرره او ما يرجعون لها؟ اذا شغله سياسيه مو لها ابعاد سياسيه، يعني ما تعرف شنو اللغز مالها. والله استاذي اللي دا نسمعه ودا نشوف المناطق اللي دا تتحرر يعني ودا يتم تامينها يعني تحوطوها يعني حتى يكون الأمان بها زين، يعني
نصهم دا يرجعوهم ونصهم ما دا يرجعوهم، ليش؟ السبب مجهول يعني. اما الجهات اللي دا تمنحهم مستفيده من هذا المكان، اما مثلا يعني لهم غايه من انه يبقون اكبر عدد من الناس نازحين ويبقوهم بمخيماتهم، والله هذا الشيء يعني احنا ما نعرف احنا شنو موجود. مشاهدينا الكرام، تابعنا بعض الآراء التي جئناكم بها من الداخل العراقي، وسنأتيكم بعد قليل بوجهات نظر أخرى وآراء مواطنين عراقيين آخرين. أيضا سألناهم نفس الأسئلة وأجابوا بأجوبة متقاربة ربما أو مقاربة لما طرح قبل قليل. لكن الآن دعونا نرحب بالأستاذ بهاء خليل الكاتب والصحفي العراقي معنا عبر سكايب. حياكم الله أستاذ بهاء. أهلا وسهلا أستاذ محمد، يا مرحبا. بداية نأتي إلى الجزئية المتعلقة بالمناطق التي انتهت فيها أو بالعمليات العسكرية مع داعش بشكل عام. لماذا أعلن حيدر العبادي النصر إذا كانت لا تزال هناك عمليات كما تقول هذه الميليشيات وعمليات نوعية، والاستخبارات تكشف خلايا ومناطق لا تزال تتواجد فيها عناصر داعش؟ لماذا إذن هذا النصر، ولماذا إذن هذه الضجة التي حصلت إن كانوا لم يخلصوا العراق من داعش بعد؟ نعم، في البداية إعلان السيد العبادي في تلك الفترة النصر على داعش كانت له الكثير من الأبعاد السياسية. كنا قريبين على فترة انتخابات لتجربة 2018، وأيضا كان يعني هنالك محاولة لكسب يعني نصر وهمي على حساب أصحاب تلك المناطق أو سكان تلك المناطق. نصر وهمي. نعم بالتأكيد نصر وهمي، لأنه هو لما تعلن أنت بعد كل هذه السنوات أنه ما زالت هنالك خلايا، أنه ما زال هنالك تعرضات على القوات الأمنية أو على تلك المناطق من قبل داعش، إذن أنت أعلنت عن نصر وهمي. الإعلان النصر يكون بانتهاء المعارك تماما والقضاء على التنظيم بشكل كامل. نعم. طالما على كلام البيانات اللي تصدر سواء من الحشد الشعبي أو من خلية الإعلام الأمني أنه ما زالت هنالك تعرضات لداعش، إذن فالنصر وهمي، لم يتحقق النصر 100%. لكن تحرير المناطق هذه كان لابد من أن يكون هنالك خبر يؤثر على يعني معنويات الدواعش اللي موجودين في تلك المناطق، يعني ينتهي الموضوع وعليهم أن يستسلموا، حتى المتبقي منهم عليهم أن يستسلموا، عليهم أن يغادروا العراق، لأن العراق ليس قدم لهم، وخصوصا هذه المناطق اللي هي عمرها ما كانت حاضنة للدواعش أو غير الدواعش من الإرهابيين. لكن مش الأمر على هذا الأساس أنه تم إعلان النصر، وبالتالي الجميع يعني تيقن بأنه النصر كان يعني جزئي لم يكن كلي. صح أنه الأرض تحررت، لكن كما يقولون أنه هنالك ما زالت خلايا نائمة وهنالك تعرضات وهنالك كذا، إذن لم ينتهي الأمر بعد حسب وجهة نظرهم. لكن ما نراه الآن في خلال يعني الأيام الماضية هنالك كثير من الأمور بدأت تنكشف، هناك جهات سياسية تحاول أن تلبس ثوب داعش وتحاول إثارة الفتنة أو البلبلة في تلك المناطق. طيب. لضمان وجود هذه القوات الموجودة الآن في تلك المناطق. أستاذ بهاء، ربما تكون أكثر الجهات التي تطرح فكرة وجود داعش وأنها تقوم بعمليات نوعية أو عمليات استباقية وما إلى ذلك هي ميليشيات الحشد بخليتها الإعلامية. أكثر الجهات التي تروج الآن لبقاء داعش أو وجود داعش واستمرار وجوده داخل العراق هي ميليشيات الحشد، أكثر حتى من الأجهزة الأمنية. وربما الدليل في هذا أن الحكومة ماضية بعملها السياسي، ماضية بالانتخابات، ماضية بتشكيل الحكومة والوزارات وغيرها وتقاسم المناصب دون طرح فكرة وجود داعش بشكل كبير كما تطرحه ميليشيات الحشد. هل تعتقد بأن هناك تفسير لكثرة تركيز ميليشيات الحشد على فكرة وجود داعش الذي لا يزال مستمر داخل العراق؟ نعم بالتأكيد، باعتبار أنه هو المبرر لوجود هذه الميليشيات في هذه المناطق. لا يوجد مبرر لوجود هذه الميليشيات. أي قوات عسكرية داخل المدن مكانها مو داخل المدن، المفروض أنه تصير على الحدود. نعم. لكن دائما فكرة أنه إيهام الناس بأنه هنالك تعرضات وهنالك عمليات عسكرية أو هنالك فعلا عناصر من داعش ما زالوا موجودين، ما زالوا يتحركون، ما زالوا يقومون بعمليات ضد القوات الأمنية أو ضد المواطنين، إذن فوجودنا ضروري. هذا يحاول، هذا تحاول أن تروج له الميليشيات. لكن في الحقيقة الموضوع مختلف كثيرا. نلاحظ دائما بأنه كثير من العمليات يعني تصير أو صارت يعني ما لها في الدليل على وجودها، قمنا بعملية استباقية، قمنا بكذا، قمنا بكذا، لكن على الأرض سكان المناطق يؤكدون أنه لا وجود لأي تحركات، مجرد إطلاقات نار
مجرد يعني لا نرى يعني اشخاص يعني كانما يحاربون اشباح. نعم. بين فتره واخرى كانما يحاربون اشباح، لكن هذا لا يمنع انه فعلا القوات الامنيه الرسميه تجد احيانا بعض المطلوبين هم فعلا من كانوا متعاونين مع التنظيم، لكن يتم القاء القبض عليهم بس بدون عمليات عسكريه. يعني هؤلاء مختبئين تتمكن القوات الامنيه من خلال معلومات استخباراتيه من القبض عليهم، لكن لا وجود لعمليات عسكريه. ما دليل او ما دلالات القاء القبض على بعض العناصر المنتمين للحشد مؤخرا الذين انتحلوا صفه داعش، يحملون الاعلام ويحملون باجات الحشد الشعبي، لديهم كميات كبيرة من السلاح، وبحسب الأجهزة الأمنية التي ألقت القبض عليهم فإنهم كانوا يخططون لشن عمليات هجومية على مراكز ونقاط أمنية للقوات الحكومية. ما الدور الذي يلعبه الحشد هنا؟ نعم، هو يعني شوف، وجود هذا القوات هي مو أول مرة، يعني أو هذا الخلية اللي تم إلقاء القبض عليه هي مو أول مرة، لأنه لو تلاحظ على ترابط الأحداث السياسية بالأحداث الأمنية في تلك المناطق، أي خلاف يحصل أو هنالك كلام عن إخراج الميليشيات من المناطق هذه، المناطق المحررة، بعدها بيوم أو يومين يكون هنالك تعرض على تلك القوات في تلك المنطقة، وهذا تعرض مريب حقيقة، لأنه يعني واضح إنه هذا التعرض هو لمنح مبرر لهذه القوات لبقائها في تلك المناطق. وما حصل قبل ايام في بغرز والخليل تم القاء القبض عليه وعن اعلام داعش الموجوده عندهم والاقوات الناسفه والمواد المتفجره. نعم. واعترافهم بانهم ينمون قيام بعمليات عسكريه في دياله ضد القوات الامنيه، هذا واحد من العمليات اللي تم القاء القبض على منفذيها. طيب كم من عمليه لم يتم القاء القبض على منفذيها؟ كم من عمليه ادعت الميليشيات بان داعش هو من يقف وراها بينما هو بالحقيقه يقف وراها غير داعش؟ أليست العملية الأخيرة في بوهرس كما تفضلت هي المفروض تكون دافع للحكومة من أجل إعادة النظر بهذه الميليشيات التي أصبحت ضمن القوات الرسمية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة؟ أليس الآن الوقت المناسب لإعادة النظر إلى قضية هذه الميليشيات وأنها الآن أصبحت خطرا على الدولة، أصبحت تهدد الدولة مباشرة، ليست الآن فقط، هي قبل ذلك، لكن هذه العمليات الأخيرة التي صدرت وأنهم يثبتون أنهم ينتحلون صفة داعش، ألا يجب هنا على حكومة السوداني أن تعيد النظر بقضية الحشد وأن تنظر إلى هذه الميليشيات التي بالأدلة تهدد الناس، تهدد الدولة، تهدد الاستقرار في العراق؟ يعني طبيعة حكومة السودان إنه ما زالت حكومة ضعيفة مشكلة حديثا، ما زالت الحكومة بصفة عامة، يعني الدولة العراق كدولة عسكريا وبصفة عامة ما زالت غير قادرة على مواجهة الميليشيات بكل ما تمتلكه من سلاح وأسلحة ومعدات واستخبارات. المشكلة أين تكمن؟ تكمن أنه هذه الميليشيات أصبح لها موطئ قدم سياسي سواء داخل البرلمان أو من خلال أحزاب هي من شكلت حكومة السودان. نعم. يعني الإطار التنسيقي، كثير من القوى السياسية اللي منضمة للإطار التنسيقي كثير منها تمتلك ميليشيات مسلحة، وهذه الميليشيات أيضا هي جزء من الحشد الشعبي. لذلك الموضوع معقد كثيرا على أي حكومة، ليس فقط حكومة السودان. نعم. أي حكومة عليها أن تحاول أن تضع حد للميليشيات يجب أن تحارب الـ الأجنحة السياسية اللي موجودة داخل العملية السياسية، واللي هي اللي مسيطرة على قرارات أي حكومة. نعم. ممكن أن تحاول حل الميليشيات أو أن تحاول إخراج هذه الميليشيات من طيب. من المناطق المحررة. مشكلة يعني أكبر من حكومة السودان، مشكلة لم يتمكن منها لا حيدر العبادي ولا مصطفى الكاظمي ولا الآن السودان. المشكلة بحاجة إلى تنفيذ قرارات، هنالك قرار من يعني في الدستور، هنالك نعم. قانون تشكيل الأحزاب. قانون تشكيل الأحزاب يمنع على أي حزب أن تكون له ميليشيا مسلحة، وبالتالي يجب أن يكون خارج العملية السياسية. نعم. وبالتالي إذا تم تطبيق هذا القرار لن تبقى للميليشيات موطئ قدم داخل العملية السياسية، وبالتالي يمكن اتخاذ قرار بعيدا عن الميليشيات وبالتالي يمكن تنفيذه. لكن طيب. كل هذا معطل حاليا بسبب النظام المحاصصة. أرجع الحضرة بعد قليل أستاذ بهاء، كما تعلم جنابك أنه إحنا نستقبل آراء المواطنين في حلقتنا. ويانا السيد أبو عبد الله من صلاح الدين، تفضل يا أبو عبد الله. عليكم أستاذ العزيز. أهلا وسهلا، حياك الله. السلام عليكم على ضيفك الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
استاذ العزيز انت لا تقول لي حلبوشي ولا تقول لي محمد الشاعر السوداني ولا تقول لي العبادي ولا تقول لي الاخ والاخ، هم كلهم هذول مسيسين من قبل الميليشيات. هي تحكم عندنا الميليشيات. نعم. ميليشيات جت من ايران، ماكو من يقول لك احزاب واحزاب، هاي احزاب كذب، هاي بس اسم احزاب. نعم. يعني اليوم اكو برنامج اليوم اول البارحه من يطلع حميد الهايس يحكي يقول انا معترف بمدري بيمن، انا معترف بمدري بيمن، شو ما تعترف انت، انت ريال تابع للمالكي. المالكي من تابع؟ ريال تابع لايران. هم هذول ناس خدم الايران وغير ايران، هذول جو تدمير العراق، تدمير البنيه التحتيه، يعني هذا التغيير ماكو سووه بالمناطق بجرف الصخر وغير جرف الصخر. شنو يعني هو يقول لك هو رجال فلاح، تعال والله انت داعش، انت الصدامي، انت بعثي، انت 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 انت. يعني استاذ ابو عبد الله برايك شنو السبب اللي يمنع الميليشيات من فتح الطريق امام، او الذي يدعو الى عدم فتح الطريق الى اهالي المناطق المستعاده النازحين؟ ليش ممنوعين لغايه هذه اللحظه من العوده الى مناطقهم؟ شنو السبب برايك؟ ماكو مناطق تخدم الميليشيات، تخدم الميليشيات ماكو، يعني هسه مثل تقيس تقول لك سجون سريه المغيبين والحلبوسي يقول المغدورين، زين انت يا حلبوسي انت تقول مغدورين، الغدرهم منو؟ نعم ابوي؟ زين هاي هاي يخلوها ماكو مواقع، لهم مواقع ماكو مجنبه عن المنطقه، سجون سريه، معتقلات، كلها كل شيء شقوا بيها، مخدرات، كيكوين، اكيد كريستال، كل شيء بيها. طيب انا اشكرك سيد ابو عبد الله من صلاح الدين، معنا السيد ابو زينب من النجف، تفضل يا ابو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. طبعا هذا الموضوع هو يعني قديم حديث ومتشابه. نعم. يعني قانونا عرفا شرعا ما يجوز تأليف حكومه هي مافيات، يعني هي حكومه داخل حكومه. نعم. على قولة الموارد مما تحنا صرنا حارب كل من يدعو له. المفروض هناك جيش نظامي وشرطه نظاميه واستخبارات نظاميه، يعني شيء نظامي. يعتمر بامر الدوله، مو قسم يعتمر بامر رئيس الوزراء القائد العام القوات المسلحه، وقسم اخر برئيس الحزب الفلاني رئيس الاعلام. طبعا واول واقدم ميليشيا موجوده غير نظاميه هي ما يعرف باسم البيشمركي، دول يعني لازم ما ننساهم، لان طبعا مو قطر مستقل حتى يعلف البيشمركي بكيفه هو. نعم. ثانيا هذه تستنزف مليارات من الدولارات، واليوم تجينا قائمه مال كهرباء، احنا ما شايفين الكهرباء 76 ألف دينار يا باي، شنو يقول لي مال شهرين؟ سيد أبو زينب، أنا مقدر طبعا المشاكل الاجتماعية والاقتصادية اللي تمرون بها المواطنين، لكن إحنا اليوم موضوعنا بشكل خاص على فكرة منع الميليشيات للنازحين من العودة إلى مناطقهم. الحكومة أعلنت انتهاء العمليات العسكرية، هم قالوا الأحزاب الأدوات الإعلامية لهذه الميليشيات قالوا بأنه جرف الصخر تحررت من داعش، تخلو من داعش، إذا مناطق آمنة، ليش ما يرجعون أهلها إلها؟ هو لا، هذا يعني تلقاء لازم أنه من تنتهي العمليات العسكرية في أي بقعة وبإعلان رسمي من قبل الحكومة على الأهالي، لأن الأهالي هم مغلوبين على أمرهم، المفروض هم يعني تلقاء يرجعون حسب قرار الحكومة. نعم. بس هو اللي جاي تأثر هنا مو الحكومة، اللي جاي تأثر هو الأحزاب، أو نقول بين قوسين هي إيران. إيران تريد توغل بالانتقام والتدمير، المفروض ما احنا احتدينا عليهم وصارت الحروب والمسارات مثلا. نعم. مو كان في 20 سنة تدمرون بينا لحد هاي اللحظة. طيب سيد أبو زينب، أنا أشكر حضرتك، وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لك. أستاذ بهاء، يعني بغض النظر عن ما طرح مؤخرا من قبل خميس الخنجر بشأن قضية جرف الصخر، لكن لماذا نرى هذه أو نرى رد الفعل الشرس هذا من قبل الميليشيات لكل من يطرح فكرة عودة النازحين إلى مناطقهم، رغم تأكيد الجميع أن جرف الصخر وكانت هي ربما أول المناطق التي تم تخليصها من داعش، تم استعادتها عسكريا، وكما قلت في المقدمة حتى القناة الحكومية الرسمية
نشرت أغاني، أذاعت أغاني تتغنى بانتصار جرف الصخر، إذن هي منطقة آمنة، لماذا إذن نرى هذه الهجمة الشرسة واتهام أهلها بالإرهاب بأنهم إرهابيون كما تقول قيادات هذه الميليشيات؟ نعم، موضوع جرف الصخر قد يختلف نوعا ما عن باقي مناطق المناطق المحررة، لأنه جرف الصخر أساسا حولتها إيران إلى تكنة عسكرية، يعني رئيس الوزراء الآن ممكن أن يدخل أي منطقة من المناطق المحررة لكن مستحيل أن يدخل منطقة جرف الصخر، وهذا دليل على أنه هذه المنطقة أصبحت شبيهة بالمنطقة 55 بالولايات المتحدة الأمريكية اللي ما حد يقدر يدخلها وتجري بها تجارب سرية وما حد يعرف هي شنو أصلا. منطقة جرف الصخر صارت بالضبط هي قاعدة إيرانية يستخدمها الإيران، قوات الحرس الثوري الإيراني، تخزين الصواريخ وفي تصنيع الطائرات المسيرة وفي تخزين السلاح اللي كله يتم تسليح الميليشيات من خلاله، أيضا تصنيع صواريخ باليستية. شوف موضوع جرف الصخر يعني كأنما هي اشترت أو استولت على قطعة أرض داخل بلد وحولتها إلى دولة داخل الدولة. الآن لا يوجد أحد يستطيع أن يدخل جرف الصخر، حتى أعلى مناصب الدولة لا يستطيع أن يدخلها، ولا يستطيع أي قائد حتى من قادة الميليشيات أنفسهم أن يتنازل عن شبر واحد عن هذه المنطقة أو أن يسمح بعودة أحد إلا بموافقة إيران. موضوع جرف الصخر مختلف. باقي المناطق ممكن أنه يتم التفاوض على بعض المناطق أن يرجعون مقابل بقاء الميليشيات المنطقة أو انسحاب الميليشيات من تلك المناطق، لأنه باقي المناطق بالنسبة للميليشيات لها يعني أهمية ثانية، لكن جرف الصخر لا، جرف الصخر تحولت إلى قاعدة إيرانية محاطة بالسرية الكاملة. صور الأقمار الصناعية اللي يتم بثها بين فترة وأخرى، هنالك أنفاق، هنالك خنادق ما مليئة بالماء، لا احد يعلم ماذا يوجد حاليا. لا لكن خطه او البرنامج الحكومي لمحمد الشيع السوداني كان يقضي بخروج الفصائل المسلحه من مراكز المدن واعطاء السيطره للشرطه المحليه والقوات الامنيه، هذه الخطه برايك هل ممكن ان تطبق على كما تفضلت على كافه المدن باستثناء المناطق التي تسيطر عليها هذه الميليشيات التي تعتبر مناطق محرمه حتى على رئيس الوزراء؟ نعم، ممكن أن يتم إعادة يعني إذا بالتفاوض، مثل ما قال أحد الإخوان اللي اتصلوا قال إنه الموضوع سياسي، إذا تم التفاوض مع هذه الميليشيات من قبل السياسيين ممكن أن يسمحوا بعودة بعض المهجرين خلال الفترة القادمة على الأقل، لأنه هذا هذا يعتبر كإنجاز للحكومة السودانية الآن اللي هم من لا شيء يعملون شيء يحسبوا إنجاز. يعني حتى النشا والبيض والكيلو الطحين اللي أمر بتوزيعها بالسلة الغذائية اعتبروه إنجاز، لذلك هم يعني يبحثون عن إنجاز، وأنا أتوقع أنه ممكن أن يسمحون بعودة البعض، لكن ليس كل المناطق. هناك مناطق تحولت مثل ما تفضلت حضرتك إلى سكنات عسكرية، هناك مناطق تستفيد منها الميليشيات عسكريا واقتصاديا وحتى سياسيا. أولا تستفيد منها عسكريا لأنها قريبة على المناطق المحاذية للأردن والسعودية، هاي من ناحية. أيضا هنالك مناطق قريبة على الجانب السوري وتستخدم لتهريب المخدرات وتهريب السلاح إلى باقي الفصائل التابعة لإيران اللي موجودة في سوريا. سياسيا هي تستخدم كورقة ضغط ضد السياسيين السنة المشاركين بالعملية السياسية، يعني وجودهم في هذه المناطق إلى أكثر من فائدة بالنسبة لهم. ايضا موضوع الاتاوات وسيطرتهم على هذه المناطق، هم يسترزقون باموال طائله من كل سواء الاغرياء اللي موجودين في تلك المناطق، سواء التجار، سواء حتى الناس، يعني هنالك اتاوات تفرض حتى على اسواق الشاحنات من قبل هذه الميليشيات اذا كان هنالك طريق رئيسي يمر في تلك المناطق. استاذ بهاء عذرا المقاطعه، يعني الآن عندما ننظر إلى على سبيل المثال أبو علي العسكري وهو المسؤول الأمني لميليشيا حزب الله الذي خرج بتغريدة وكذلك بنشر منشور في موقع تيليجرام اتهم به أهالي هذه المحافظات بأنهم إرهابيين، أنهم إرهابيون، أنهم قتلة، والآن بدأت هذه بعد خاصة القضية التي طرحت إعادة النازحين إلى جرف الصخر، الأدوات الإعلامية بدأت تنشر مقاطع
لعمليات انتحارية، عبوات ناسفة كذا، تقول هذا ما كان يفعله الإرهاب بجرف الصخر، وبالتالي يعطون لنفسهم تبريرا ببقاء هذه القوات داخل هذه المنطقة وغيرها في سبيل أن هذه المنطقة كانت بؤرة لنشر الإرهاب، وبالتالي وجودنا ضروري لحماية الناس أو حماية العراقيين. هل هذا مبرر لطرد 1,200,000 عراقي من مناطقهم في سبيل تحقيق الأمن واستتبابه؟ لا طبعا، يعني لا يمكن التعميم بأي حال من الأحوال، حتى وإن وجد، لو فرضنا جدلا أنه روايتهم صحيحة وأنه هذه المناطق كانت تغوي إرهابيين، لكن لا يمكن تعميم هذا على كل المليون، وهم على فكرة 1,600,000 سكنة. نعم، 1,600,000 في تلك المنطقة لا يمكن أن يعمم عليهم صفة الإرهاب، صفة أنهم حواضن للإرهاب في تلك الفترة. طبيعي هناك ظلم وتجني على سكان هذه المناطق، كثير منهم هم ناس مزارعين، ومنهم كسبة، ومنهم حتى طلاب تم اتهامهم. بعض القصص اللي نسمعها يعني عن الناس اللي تم التحقيق معهم، يعني حتى ما كانوا موجودين في جرف الصخر في تلك الفترة في جرف الصخر، وتم اتهامهم بعمليات إرهابية، مع أنه هناك ما يثبت بأنهم كانوا طلاب في محافظة أخرى يدرسون في جامعات أخرى. ألا يعد يعني هذا بحد ذاته هو فشل؟ حينما لا تستطيع القوة الأمنية بغض النظر من هي أن تحمي الناس، وتستخدم أسلوب التهجير كطريقة من أجل تبرير حمايتها للعراقيين، ألا يعد هذا قمة الفشل والإخفاق الأمني؟ هو بالنسبة للقوات الأمنية طبعا هذا يعتبر فشل أمني، لأنه أساسا هو القوات الأمنية في تلك الفترة كانت قوات ضعيفة يعني، والدليل هو أنه كيف سيطر داعش على ثلاث محافظات في زمن المالكي خلال يومين، يعني كانت مليئة بالفضائيين، مليئة بالفساد والرشوة، وكل شيء موجود في المؤسسة الأمنية، مليئة بالميليشيات حتى داخل القوات الأمنية الرسمية. لكن المشكلة أين تكمن؟ تكمن بأنه هنالك ميليشيات أرادت فعلا أن يتم احتلال هذه المناطق، أو أن يتم سيطرة التنظيمات الإرهابية على هذه المناطق من أجل أن يكون هنالك مبرر لعمليات للعمليات العسكرية. نعم. وبالتالي الدخول إلى تلك المناطق والسيطرة عليها، وفي نفس الوقت تهجير أهلها، وفي نفس الوقت الانتقام طائفيا من سكان تلك المناطق. طيب. هذه كانت يعني لو عدنا بالتاريخ إلى الوراء، كيف انتشر الإرهاب شيئا فشيئا ما بعد مظاهرات المنطقة الغربية؟ أستاذ، هذه قضية تحتاج إلى سرد تفاصيل بعد قليل مع حضرتك، لكن الآن خلينا نستمع إلى رأي السيد أحمد من ألمانيا. تفضل يا أحمد، حياك الله. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم أول السلام. أول شيء أعتذر منك لأنه الصوت مالتك بصدك، صوت مالتك بصدى، ما أعرف الصوت. صوتي أنا بصدى؟ نعم الحين زين. المهم تمام. أخي الكريم، مع تقديري واعتزاز بجنابك وبالأخ المتكلم، لا يوجد شيء حدث في العراق من عام 2003 ولحد الآن حدث بصورة عفوية، وإنما كل شيء مخطط له هو بدقة من قبل من يسكن، من قبل الجار الأرجنتي. تهجير مناطق جرف الصخر والمناطق السنية وتفجير المرقدين و المظاهرات ومن دست فيها مظاهرات العزة والكرامة التي كانت تسمى، وقبل ذلك الزرقاوي ودخول القاعدة وصنوع القاعدة وصنوع داعش، كل هذا من تخطيط الجار الأرجنتين. هذا أولا. الشيء الآخر أخي، لا توجد جهات أمنية تابعة للدولة العراقية حقيقة، لا توجد دولة عراقية بمفهوم الدولة. توجد هناك 100 سلطة متنفذة في العراق، وسلطة الميليشيات أعلى من سلطة الدولة العراقية، وفي بعض الأحيان أعلى من سلطة المرجعية الدينية القابعة في النجف. أخي أنا أقول لك تحليلي العام للوضع، أقول أن وضع الجرف الصخر لن يطول كثيرا بعد الحركات المكوكية التي أجرتها السفيرة الأمريكية في العراق، وزيارة وزير الدفاع الأمريكي للعراق، وتردد المسؤولين في الإدارة الأمريكية المسؤولين على الملف العراقي ما بين بغداد وعمان وتل أبيب المكوكي. أقول هذا كله يؤشر، والإنذار الذي وجه للميليشيات بصيغة دبلوماسية، وارتداء قيس الخزعلي لزي المشاة البحرية الأمريكية وأصبح من المدافعين عن التواجد الأمريكي في المنطقة،
من كل هذا نفهم أن مسألة جرف الصخر لن تطول، ليس بسبب الضغوط التي يمارسها الحلبوسي والخنجر، لا، هؤلاء صبيان سياسة، وهؤلاء يعني خلافاتهم مع الطبقة السياسية الأخرى الحاكمة كخلافات كلاب في مستنقع النجاسة. بعيدا عن هذه التشبيهات يعني. نعم أوكي. ولكن الظروف الدولية تحكم أن جرف الصخر سنرى فيها يعني أوضاع مستجدة خلال الأشهر الأربعة. تصب لصالح من؟ تصب في صالح من؟ أخي باختصار سيد أحمد، التغييرات نعم، التغييرات من وجهة نظرك تصب في صالح من؟ في مصلحة الشعب العراقي. هذا طيب. النظام السياسي سيتغير كاملا. طيب. يرجعون الأخوة اليهود. طبعا قبل ذلك النقطة الجوهرية هي كل الموجودين بالعملية السياسية وافقوا على التطبيع مع إسرائيل، وسيرجع أبناء العمومة اليهود، وسيتغير النظام السياسي الحاكم في العراق لربما بصيغة ديمقراطية من خلال صناديق الاقتراع بإشراف دولي. طيب. أو لربما بإعازات من خارج الحدود. شكرا جزيلا سيد أحمد من ألمانيا، أشكر حضرتك للمشاركة. مشاهدينا، جينا كما قلنا لحضراتكم باستطلاع رأي، دعونا نستمع إلى الجزء الآخر من هذا الاستطلاع، آراء بعض المواطنين العراقيين، ما الذي يرونه بشأن أو ماذا يقولون بشأن قضية سيطرة الميليشيات على مناطق معينة في العراق ومنع أهلها من العودة إليها رغم خلوها من داعش ورغم استتباب الأمن فيها وعدم وجود أي تنظيمات تضر بالعراق أو تهدد أو تزعزع استقرار هذه المنطقة أو بقية العراق، دعونا نستمع. السياسي اليوم يدور هي مناصب، يدور اليوم عنده محاصصة، اليوم إذا ما يشوف حصته وين ويشوف توافقه وين، يلا ذاك الوقت يصير تنسيق بهذا الموضوع. وأنا أرجع وأقول لك إنه خصة النازحين مصيرهم بيد سياسيهم. أنت اليوم السياسيين اللي بالغربية مدى يشتغلون بجدية بخصوص هذا الموضوع، مدى يتوافقون، أكو خلافات داخل بيناتهم، وهذا الخلاف دي وصلهم هذا النتيجة طريق مسدود. ليش؟ لأن الخلافات دي تكبر، اليوم متى دائرة الخلافات بدل ما يصغروها راح يكبروها، فلذلك هم يتوافقون بيناتهم راح يوصلون لنتيجة معينة. فالخلافات داخل الكتل العفو النواب اللي بالغربية، فاحنا نتمنى لهم الموفقيه بخصوص هذا الموضوع، لان النازحين ترى وصلت يعني مراحل لا يرثى لها، والناس تعبت وتاذت يعني. وانا اعرف ناس هوايه يعني مهجره وضعيتهم صعبه وقاعدين بالخيام، اتمنى لهم العوده يعني. وهسه وضعنا احنا الحمد لله شويه مستقر يعني، احنا يعني بعد اي يعني خطوره بالنسبه لل كانفجارات كوضع الامني تقريبا مستقر. فنتمنى انه الموضوع هذا يمشي بصوره صحيحه ويلقوا لهم حل وحتمشي امورهم ان شاء الله. اكيد هو لو كانت هاي المنطقه امنه من واجب الدوله انه تعيد النازحين اللي من بعض المناطق اللي نازحين عن المناطق الامنه بها، فمن الممكن انه الدوله ترفض هذا الشيء. ما اظن يعني اليوم الدوله عندها مشروع لما تحرر منطقه مثل ما نقول منطقه كانت ساخنه، فأكيد أول وتالي اللي أول خطوة راح يخطوها هي تعمير المكان اللي كانت فيه الصراعات. والشغلة الثانية اللي احنا يعني دائما نحكي ونقول عليها انه لازم الدولة تجد يعني تأمن المكان بصورة عامة، وبعدها يكونون من ضمن يعني شرطة وحماية لهاي المنطقة. صراحة يعني إذا أريد نقول ليش تترك، فهذا أكيد إهمال من الدولة. المفروض الدولة تكون أب راعي لهذا لكل العوائل اللي موجودة. ما من المعقول اليوم الدولة تترك فئة هي نزحت لجل إنه انظلمت مثل ما نقول انظلمت بمناطقها. والله خطيئة حيل تأذوا على واي يرجعون، يعني لو مناطقهم مو آمنة لو الدولة ما تترجعهم. احنا اللي سمعنا بالاعلام يقولون مثل المناطق كلها تحررت، يعني قصدك الانبار والموصل والجرف النصر وغيره كلها تحررت، بس رجعوهم خطيه. يعني واحد ببلده ونازح صايره هاي الدوله عند لا هم موفرينهم خدمات لا هم مرجعيهم، يعني مبهذليهم حيل. يعني قابل وين جاي من غير كوكب؟ هو غير عراق، هو نزاح غير طبابه داعش انتو امريكا واسرائيل خلتهم الناس لا شهر ما لا والي، عاد غراضه وعاد خبيته وراح خطيه.
على واه والله يرجعوهم، شنو المساكين هاي؟ لا هم معوضيهم، لا هم اللي بانين بيوتهم، لان بيوتهم مهدمه هسه واقعات هم. خلي هاي صار لهم 5 أشهر ما شقد ما رجعوا. ابنوهم لهم خطية رجعوهم. الله اكبر. أستاذ بهاء، سمعت حضرتك هذه الآراء من مواطنين عراقيين، لكن عندي سؤال تعقيبا على ما ذكر السيد أحمد من ألمانيا، يقول بأنه وضع جرف الصخر سيتغير بسبب الزيارات المكوكية التي تجريها السفيرة الأمريكية. هناك ربما خطة كما يرى من وجهة نظره أنه المرحلة القادمة مرحلة فيها تغييرات ستصب لصالح المواطن العراقي. هل تتفق مع هذه الرؤية أن الولايات المتحدة تريد أن تغير نقاط انتشار الميليشيات في العراق، تأثير هذه الميليشيات، نفوذها في المناطق التي تسيطر عليها؟ نعم، أنا يعني أؤيد وجهة نظر الأخ أحمد من ألمانيا. هنالك مواقف فرضتها الحرب الأوكرانية الروسية حاليا. دخول إيران طرف في نزاع في أوكرانيا من خلال إرسال المسيرات، و يعني مشكلتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أيضا هنالك مشكلة من خلال موضوع رفع الكاميرات، أكثر من 200 كاميرا عن مواقع تخصيب اليورانيوم وصولها إلى مستويات تفوق 60% من التخصيب. كل هذا وضع إيران في خانة تسميها الإدارة الأمريكية، وتضعها الإدارة الأمريكية في محور الشرق، هو محور روسيا والصين وكوريا الشمالية. الآن أضيفت له إيران كواحدة من أطراف محور الشرق اللي هو يحاول أن يتحدى المحور الغربي لمثل أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. هنا أصبح لزاما على الولايات المتحدة تقليم أصابع أو أطراف إيران اللي موجودة في المنطقة. أولا حتى هذا الأمر تم باتفاق مع روسيا، لأنه الآن الضربات الإسرائيلية على روسيا من خلال تصفية الميليشيات ومحاولة إعادة بشار الأسد إلى جامعة الدول العربية كلها تؤكد بأن هنالك نية لإنهاء وجود الميليشيات في سوريا، وبالتالي سيكون هنالك أيضا إنهاء لوجود الميليشيات داخل العراق. وقد يكون اللقاءات اللي تجريها السفيرة الأمريكية في العراق وخلال الفترة الماضية أكثر من 50 لقاء مع مسؤولين عراقيين ومع رؤساء أحزاب ومع عناصر مهمة بالدولة، سواء مدير رئيس البنك المركزي، سواء رئيس مجلس القضاء الأعلى، سواء يعني على مختلف المستويات، كلها تشير إلى أن الولايات المتحدة تحاول إعادة ترتيب الوضع. ما تفعله الإدارة الأمريكية الآن انه انا بدل ما احارب الميليشيات حتى انهيها، انا اخلي الميليشيات هي تنهي نفسها بنفسها. هم يعرفون انه وجود الميليشيات هذه هو لدوافع ماديه، لا الموضوع ليس لا عقائدي ولا يعني ديني ولا غيره. هذه الميليشيات شكلتها ايران من خلال دفع اموال لشراء ذمم هؤلاء الذين انتموا لهذه الميليشيات. الان اذا طالما أن مشكلتكم هي المال، إذن أنا أعطيكم المال وصيروا أنتم اللي تحكمون، وبالتالي إنه موضوع وجود السلاح. الآن يعني من يوم تشكيل حكومة الإطار التنسيق أو من يوم انسحاب نواب مكتب الصدر من البرلمان وفتح المجال أمام الإطار التنسيقي، لم نعد نسمع أو نشاهد لا صواريخ تحولوا إلى مقاومة سياسية كما يقولون، دبلوماسية. نعم، تحولوا مقاومة دبلوماسية، وبالتالي هي تمكنت من وضع السلاح جانبا بالنسبة لهؤلاء، والآن تحاول أن تضعهم في حجمهم الطبيعي. يعني الآن في المستقبل قد يكون حتى لو أمرتهم إيران بتحرك هذا تحرك، إنه خلاص هم هدفهم المال والسلطة. يعني الآن أصبحوا يمتلكون المال والسلطة بعيدا عن إيران، وضع السلاح جانبا، أو أنك ستكون حالك حال الميليشيات اللي موجودة في سوريا، هنالك مطرقة على رأسك. وبالتالي هم اختاروا كما ذكرت حضرتك المقاومة الدبلوماسية والسياسية، وبالتالي أمريكا تحاول الآن تقليم هذه الأذرع، لأنه إيران رغم كل العقوبات من 2015 ولحد الآن لأنها لم تتأثر بسبب وجود هذه الميليشيات اللي تستنزف اقتصاد البلد لإيران. كل ميزانية الدولة تذهب إلى إيران، وبالتالي لم تتأثر إيران بالعقوبات. طيب، أرجع لحضرتك بعد قليل أستاذ بهاء، ويانا السيد أبو عمر من الناصرية. تفضل يا أبو عمر، حياك.
وياك ابو عمر تشرين من الناصريه. أيوة. رمضان كريم وعليك وعلى ضيفك الكريم. الله يحفظك علينا اجمعين ان شاء الله، تفضل. طبعا بالنسبه محمد عمي، نعم. طبعا احنا طلعنا تشرينيين، طلعنا ضد الاحساب الفاسده. اسمعني، هو هذا مو موضوعي يعني. انا. نعم. ايش قد اعطينا؟ اعطينا 30,000 جريح. نعم. و800 شهيد. زين ولا؟ نعم. احنا جاي نقول يعني هاي الدول ما شافتنا. يعني يعني غير بلاس خاص يعني ما شافت نهاية، ما شافت الوضع. يعني ما جاي تشوف المأساة الشعب العراقي. زين ذول احزاب فاسدة، ذول التابعين لإيران. اهم شيء ايران، واهم شيء امريكا، واهم شيء اسرائيل. البارحة انا شفت هاي ما كركوك فلشوا بيوتهم. يعني انت لوين توصل بالشعب شعب العراقي اريده؟ نعم. لوين توصلون؟ زين يعني مشكلة والله العظيم يا عمي، مشكلة. وحق هذا شهر رمضان يعني عجيبة. أنا جاي أشوف الدول يعني ما يفلش بيته، لازم هذا خليله سكن، له حقوق. زين أين حقوقنا؟ حقوقنا من النفط. يعني أنا عراقي، يعني إحنا عراقيين، إن حقوق حالنا حال الأمم. زين أنت تقول لي ما جرس الصغر، ما الديابيت، عمي ذولا قاصدينها، ذولا من الشياذ. أجيدك بيت من الشعر، هم خلي يسمعوني، كلهم يسمعوني هم. والله ما يصير عمار ولا يرجعون خطية ذولا. زين المهاجرين ما يرجعون، وضيم حالهم. زين كاسرهم البرد وراح يكسرهم الحر. زين وعالم تعبت العالم، وكل وعود كاذبه ماكو وعود صادقه. شكرا ابو عمر. نعم انا اشكر حضرتك، واكتفي معك بهذا القدر، اعتذر منك طبعا لضيق الوقت. استاذ بهاء، ذكر السيد ابو عمر نقطه حقيقه في غايه الاهميه، وهي التعامل الانساني او النظره الانسانيه لملف النازحين في العراق. الامم المتحده التي جيشت والتي حشدت الاموال وارسلت الدعم واحتضنت الاوكرانيين الذين هجروا بسبب الحرب مع روسيا، تكيل بمكيالين عندما تأتي القضية إلى المجتمع العربي الشرق الأوسط وتحديدا للعراقيين، عندما لا تنظر إلى هذه القضايا الإنسانية، عندما تترك النساء والأطفال في العراء بهذه الطريقة، لا تتعامل ولا تحشد ولا تدعم هؤلاء الذين يتعرضون لظلم فاق ما تعرض له الأوكرانيون مع روسيا. نعم، سياسة الأمم المتحدة هذه مو جديدة. سياسة الأمم المتحدة كانت منذ مدة طويلة. الجميع يعلم كيف تم التعامل مع السوريين عام 2015، وكيف يعني آلاف منهم غرقوا في البحر، والكثير منهم قتل في غابات مقدونيا وغابات صربيا، ولم تنظر الأمم المتحدة لهم على أساس إنساني. نفس الأمر في العراق. التقرير اللي البارحه نشرته الامم المتحده حول فقدان اكثر من مليون انسان خلال الخمسين سنه الماضيه، طبعا هو الرقم قد يكون اقل من الحقيقي، يعني مجرد هو رقم، يعني مليون انسان مفقود. لو جينا خلال اخر 20 سنه، يعني من 2003 وحتى الان، عدد المفقودين والمغيبين يعني كبير جدا. حتى في عمليات التحرير سقط الكثير من المغيبين. يعني التعامل مع الملف العراقي يختلف عن اي ملف، حتى وان كان هنالك بعض خلينا نقول المحاباه بالنسبه لما حصل في سوريا، لكن بالنسبه للعراق لا، مثل ما ذكر الاخ من الناصريه، انه قتل العشرات بل المئات امام اعين كل المنظمات، سواء الامم المتحده، سواء المنظمات الإنسانية في كل دول العالم، كلها كانت تشاهد كيف طريقة القناص، وهو يقتل الشباب ويشوه الكثيرين من القنابل الدخانية. كثير من يعني الناشطين، سواء من بالصحافة أو بمنظمات الإنسانية، أخذوا عينات من هذه وراحوا إلى جنيف، إلى مقر الأمم المتحدة، و يعني عرضوا نموذج ل القنابل الدخانيه اللي كانت يضرب بها المتظاهرين. نعم. ومع ذلك لم تتحرك. طيب استاذ بهاء، في سؤال الاخير لحضرتك. نعم. سؤال الاخير لانه الوقت داهمنا، بالنسبه لحماة الاعراض، وخلينا نخليهم بين قوسين،
عندما ينظرون إلى المرأة العراقية التي هجرت من ديارها ولا تزال في العراء اليوم، عندما ينظرون إلى النساء والأطفال، هؤلاء الذين الآن يتاجرون بيقولون بأنه نحن الذي حررنا العراق، هؤلاء الذين يسيطرون على المناطق التي لا يستطيع النازحون العودة إليها ويمنعون حتى رئيس الوزراء من دخولها، كيف يمكن حل مشكلة النازحين ومناطقهم التي هجروا منها إن كانت الحكومة ضعيفة أمام هذه الميليشيات؟ شوف، موضوع حماة العراق، يسموا أنفسهم حماة العراق، أنا يعني أتحفظ على هذه الكلمة لأنه الشرف العراقي مصان منذ الأزل. هذه تسميات هي غريبة عن المجتمع العراقي. العراقي بطبيعته حتى وإن اختلف مع شخص من أبعد يعني الأمور إنه يفكر إنه يتجاوز على أهل بيته أو على عرضه. لذلك كلها أمور دخيلة علمتهم إياها إيران ودزتهم عليها بصراحة. موضوع عودة النازحين، عودة النازحين تحتاج إلى تفويض بالقوة. شلون اللي ينطي الكونغرس للرئيس الأمريكي؟ المشكلة إنه هذا التفويض بالقوة منح لأكثر من رئيس وزراء سابق، لكن المشكلة إنه رئيس الوزراء هذا هو نفسه ينتمي إلى جهة لديها فصائل مسلمة. يعني هذه مشكلتنا إحنا. موضوع عودة النازحين، احنا ما كملنا كلامنا بموضوع عودة النازحين، لكن انا اشوف انه مثل ما قلت لك تحركات السفيرة الامريكية لتقليم اطراف ايران في المنطقة العربية بصورة عامة، سواء في اليمن او في لبنان او في سوريا او في العراق، قد بدأ فعلا، وهنالك محاولات جادة لإعادة النازحين. وامر بسيط اخر، لا تنسى انه الفساد هو يعني ينخر الدولة من ساسة الى راسها. وجود وزارة تمنح لها تخصيصات مالية باسم وزارة المهجرين، معناها أنه هذا باب فساد جديد ممنوع للكتل السياسية. يعني أعتذر منك حقيقة أستاذ بهاء، الوقت داهمنا وضيق للغاية، والكلام مع حضرتك ممتع جدا ومفيد أيضا للعراقيين، لكن إن شاء الله نلتقي في حلقات قادمة نكمل ما توقفنا عنده. شكرا جزيلا لك أستاذ بهاء خليل، الكاتب والصحفي العراقي معنا عبر سكايب. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا. أنا أشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، شكرا لكم وإلى اللقاء.